الإمام الخليلي جاء إلى دولة الإمامة رجلا نصرانيا وقد لبس العمامة مثلنا نحن والتحى ودهداشة قصيرة، وهذا الرجل أمريكي. ولما وصل إلى الحصن اللي هي القلعة وجد حارسا واحدا العدل ما خايف، وجد حارسا واحدا قال له أريد إمام المسلمين، يتكلم باللغة العربية الفصيحة، دارس اللغة العربية الفصيحة. قالوا الإمام موجود داخل. لما وصل وسأل قالوا الإمام في غرفة الصلاة، وجد نوبة عسكري واحد في غرفة الصلاة. قالوا باغي الإمام، قالوا الإمام تويقي لكن دخل. دخل لما رجع الإمام وحيى هذا الرجل وناشده وكذا، الإمام نادى أحد العلماء الحاضرين قال تعال أريك في حاجة. قال هذا نصراني انتبهوا له انتبهوا له. قالوا الإمام لحية عمامة دهداشة قصيرة يتكلم اللغة العربية، قال له نصراني انتبهوا له. هذا النصراني جلس فترة يمكن 3 أيام أو أكثر، جلس ويقرأ القرآن أفضل من العماني اللي كانوا حاضرين هناك، وبالتجويد ولا يخطئ أبدا، ويقيم الليل ويصلي الضحى. صلى اليهودي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. والإمام مصر أنه هذا نصراني. المهم لما أراد أن يغادر واستأذن من الإمام، قالوا الإمام أنا أرجع إلى بلدي. الإمام شكر له زيارته وقال لبعض الأعيان رافقوه إلى منطقة اللي هي منطقة سعال، ربما تبعد عن القلعة 200-300 متر إلى 500 متر، هناك ودعوه ودعوا الضيف. والمهم لما وصل هذا الأمريكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية كتب في الجريدة، كانت عندهم جريدة تصدر، من أراد أن يرى عيسى بن مريم عيانا فلينظر إلى إمام عمان المدعو محمد بن عبد الله الخليلي. ويقال على أن هذه الجريدة إلى الآن موجودة في متاحفهم، إلى الآن موجودة، وشهد شاهد منهم فرأى العدل ورأى المساواة وعدم الأفضلية. ما يميز هذا إمام، هذا عالم، هذا قاضي، هذا طالب علم؟ أبدا، كلهم سواء، يميزهم التقوى. وأتمنى أننا نأخذ الدروس والعبر، وأننا كذلك نقتدي بهؤلاء الأطهار العلماء الأبرار.